تم قفل باب الترشح وانتهاء هذه المرحلة الحساسة من الانتخابات التاريخية التي يتطلع الليبيين إلى نجاحها واستكمال مراحلها اللاحقة. فقد سجلت منظومة تسجيل المترشحين بانتهاء دوام يوم الأمس عدد 98 مترشح ومترشحة، وتمت إحالة بعض الوثائق التي تقدموا بها إلى جهات الاختصاص للتحقق من صحة ما ورد بها من معلومات. وعند استكمال ردود تلك الجهات سوف تشرع المفوضية في نشر القائمة الأولية للمترشحين والمترشحات. وعلى مستوى الانتخابات النيابية فأن منظومة تسجيل المترشحين سجلت عدد 1766 مترشح ومترشحة حتى تاريخه، وتمت إحالة بيانات 1343 مترشح ومترشحة لجهات الاختصاص للتحقق من صحة المعلومات الواردة بطلبات المتقدمين.